الشأنية الصحية الآن، حيث هو في الوقت الذي يأخذ فيه طب المسنين حيزا كبيرا من الاهتمام العالمي، يبقى هذا الاختصاص الطبي في الجزائر مهمشا على الرغم من أن التركيبة البشرية للمجتمع الجزائري تفوق 11% من المسنين. صابرين أبو عبلة والتفاصيل. طب المسنين أو الجيرياتري هو اختصاص أصبحت الحاجة إليه أكثر من ماسة، خاصة وسط ارتفاع نسبة الشيخوخة في السنوات الأخيرة بالجزائر. فالطبيعة البيولوجية لفئة المسنين تستلزم وصف علاجات مناسبة لهم. اليوم رانا نتكلم على 65 شباب السن تاعهم لا يتجاوز 30 سنة، ولكن نتكلم على 11% من لا بوبيلاسيون، من المواطنين السن تاعهم فوق ال 65 سنة. إذا كان ناخذ 40 مليون كمعدل، 10% هي 4 ملايين، حاب يقول 4 ملايين مواطن جزائري عندهم حاجيات صحيه ما كانتش موجوده امس لازم نتكفلوا بهم. وهذا يخلينا نتكلموا على التكوين في الشق المتعلق بالجيرياتري، يعني الطب اللي يعتني بالاشخاص المسنين. في ظل الحاجة إلى هذا النوع من الطب في الجزائر، يسعى العديد من الأطباء إلى التكون في هذا الاختصاص. الدكتور بن صغير مكي هو واحد من الذين توجهوا خارج الوطن للتكون في اختصاص الطب المسنين. دي جون تري فراجيل، يعني ضعاف الجسم تاعهم، ضعيف ابيمي، اي سي دي جون تري ديليكا باش تداويهم، ماشي فاسيلمون. لازم الميدسا كاين دي ميثود ماتنون طورو هايلين، يعني الوغ لي ميدسان تاع لا ماجور كي سادي لونسومبل لي سبيسياليست لي جينيراليست ما عطاوش الاهميه لهاد ديبيو. الجيريات اللي عندنا ايزيتي فورمي اون فرانس، لا ماجوريتي اون فرانس، اون فرانس يونا با بوكو بور المومون، مي كاين ديجا كي سون سالي، مي عندهم توجور لاغريمون ان طونك ميدسان جينيراليست. الكثير من التعقيدات قد تنجر عن سوء وصف دواء لشخص مسن، وهو الامر الذي يحدث غالبا. سببه غياب تخصص قائما بحد ذاته في الجزائر يهتم بفئه المسنين.